هؤلاء الإخوة الشباب نتكلم لهم حول مواضيع. قلت طلب كلكم، فالطالب يجب أن يصلح دين المسلمين ودنياهم. إذا تمكنا أن نعمل بهذه الأمور كنا سعداء بإذن الله، وأدينا رسالتنا إن شاء الله. أول الأمور التعقل. عندنا عاقلان، عاقل في قبال مجنون، المجنون الذي يؤخذ به إلى دار المجانين. لا نقصد هذا العاقل، الحمد لله كلكم عقلاء. نقصد التعقل الذي يتمكن أن يصل إلى الهدف وينضوي تحت لوائه الناس. هذا التعقل شيء صعب جدا وجدا. الإنسان بطبيعته يريد التهريج، يريد الهوسة، يريد الشعار، يريد أن يقول أنا خير منه، يريد أن يقول أنا كل شيء وغيري لا شيء، بالعكس مما قال الله تعالى: ولا تبخس الناس أشياءهم. أنا 100 هو 90، قل أنا 100 هو 90، أنا 90 هو 100، قل أنا 90 هو 100. بمقدارك وبمقدارك. التعقل كلمة سهل التلفظ لكنها صعب التطبيق. وخمسين سنة لازم تكون عاقل، 50 سنة. إذا فرد يوم صيحت، سبيت، عربدت، غضبت غضبا متزايدا، يعني تكون متعقل. الناس هم لا ينضوون تحت لواء المجانين، الناس ينضوون تحت لواء العقلاء. شوف المسلمين 1500 مليون ناس فارين منهم، رايحين متمسكين بذيل الغربيين، لأن الناس رأوا، حتى المسلمين منهم رأوا أن الغربيين عقلاء، سياستهم، ثقافتهم، اقتصادهم، انتخاباتهم، حريتهم، شوراهم، صنعتهم، زراعتهم، تجارتهم، سفرهم، إقامتهم، وناس عقلاء. جاءوا للمسلمين، خافوا كل صياح، كل عربدة، كل حرب، كل ثورات، كل انتفاضات، كل سباب، كل غرور، كل كبر، كل تفرقة، كل تأخر. الناس انفضوا عنه، وإن قابل 1500 مليون بشر لا يملكون أي شيء، حتى اللحمهم يؤتى به من الخارج، لأنه مقابل. أم لا تعرف حتى تصنع الدجاجة واللحمة والبيضة والجبنة والسمنة، هذا أم مقبل. لحم تأكل من الخارج، حنطة تأكل من الخارج، قرص تأكل من الخارج، كل شيء من الخارج. إذن هم مو صنعة بعد، إذن مو طائرة، مو سيارة، مو دبابة، مو بندقية، مو قطار. مع ذلك لا نعرف صنعة، لأننا اشتغلنا بالتهيج، بالهوسة، بالشعارات، بالأكاذيب على حجم 1500 مليون مسلم. لأن في أي بلد ذهبت نفس الشيء. أكو مثل معروف يقول: أينما ذهب فالسماء هي السماء. فأول الأمور أن نكون عقلاء. التعقل هو يحتاج إلى مقوم وتفكر وتدبر وتواضع وعدم غرور وحازم وفاهم وتبادل وفكر.
التعقل يحتاج إلى هالأشياء. أنتم كونوا متعقلين، إذا كنتم متعقلين الناس ينضون تحت لوائكم، الناس يلتفون حولكم، الناس يعطون لكم القيمة، الناس يروكم واقعيين. البيضة إذا وضعتها تحت الدجاجة بعد 40 يوم فرخ، أما شكل البيضة اجعلها تحت الدجاجة 1000 سنة تفرخ. الحقائق هي التي تظهر، والحقائق هي التي تنمو، والحقائق هي التي تعطي الثمار، مو الظواهر، مو الصور، مو التهريجات، مو الشعارات، مو أنا خير منه، مو هو لا يستحق وأنا أستحق، مو أنا ولا غيري، مو إذا وصلت إلى مكان أسحق صديقي بكل قوتي وإمكانيتي. الآن أنتم شباب، طلب شباب ومو بيدكم شيء، لكن في المستقبل ماذا؟ في المستقبل هم هكذا تبقون بهذه الصفات والخصال والنوعية الجيدة؟ هذا الكلام. كثير من الناس قالوا وناس طيبين، لكن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر بن سعد إنسان عادي، يصلي، يصوم، يحج، يفسر القرآن، هو ابن سادس الإسلام كما يقولون، ومعتبر في الكوفة. ناس طيب حسب زعم الناس، وملتفون حوله، شخصية مرموقة، وأبو من صحابة رسول الله، ومن العشرة المبشرة كما يقولون، لكن في اليوم صار أحمق. أفكر في نفسي على خطرين، أتركم الكري وري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسين؟ أحمق خلص. شوف تسمع، هذا صوت الحسين، وصوت عمر بن سعد أين؟ في دركات الجحيم وملعون فوق المنابر، لأنه ما تعقل. تعقل هواية صعب. صرت إمام جماعة، صرت مرجع تقليد، صرت رئيس حكومة، صرت مؤلف، صرت فلوس عندك هواية، ذاك اليوم يتبين أنت متعقل أو مجنون. تعقل العقل، الفكر، التدبر، المشورة، الأخذ والعطاء، شاورهم في الأمر. الرسول على عظمته، الله يقول له شاورهم، والرسول المتصل بالوحي وهو عقل كل. مع ذلك أما فرد كم يوم وصلت إلى مكان، وأبدا كما أقول، كما أريد، كما أرتئي، كما أفكر، الناس كلهم إلى الجحيم، لا يفهمون، لا يعون، معنى سقط. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام تقول ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إنسان لا يسقط. يوسف عليه الصلاة والسلام أصغر الإخوة وأحب الإخوة إلى أبيه، الأولاد الأخر كبار شخصيات، هذول أبناء أنبياء محبوبين، وجهاء جميلين، شغولين، خدومين. الأب يعقوب النبي يحب هذا أكثر من غيره، هذا الصغير عمره 11 سنة أقل أكثر. قسم من الناس زعموا لأنه أجمل من إخوته، كل الإخوة جميلين لكن هذا أجمل منهم، قالوا في الناس في أنفسهم هذا لأنه أجمل، الأب عنده علاقة أكثر. الواحد تجرأ وجاء إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال يا يعقوب لماذا تحب ولدك هذا أكثر؟ قلت النبي صادق. يعقوب قال الآن أبين لك، هو يجاوب عن الناس. طلب أحد الإخوة ولعل أفضلهم كان، قال يا ولدي إذا اعتدى عليك إنسان ماذا كنت تصنع؟ قال أقابله بالمثل. صحيح، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهي القرآن، وجزاء سيئة سيئة والحرمات قصاص. صحيح. يا ولدي راح، إما كرر الأمر مرتين أو 3 مرات أو مرة. راح يوسف، يوسف موحى، قال يا ولدي إذا اعتدى عليك أحد ماذا كنت تصنع؟ قال يا أبا أعفو عنه.
قال اعتدى مرة ثانية عليك. قال يا أبا أعفو عنك. قال اعتدى مرة ثالثة عليك. قال يا أبا أعفو عنك. قروه. قال رأيت فرق بينهم. هذا وصل صار شنو ملك لهذه الصفة. وملك لاستحقاق، مو بالدبابات، مو بالمؤامرات، مو بالتوطئة مع الغربيين والشرقيين. قال شفت لماذا ورجحه؟ قال التعقل. الإنسان إذا كان متعقلا عاقلا، أي منصب كان، أي مكانة اجتماعية كان، الناس يلتفون حوله. إذا مو هالشف الناس ينفضون من حوله، يذهبون عنه. الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء هاجمه رجل تميمي من بني تميم. حسين هم بادله الضرب بالضرب، فانقطعت رجله. رجل من؟ الرجل التميمي. فسقط على الأرض، موازنته انهدمت، موازنة جسمية، فسقط على الأرض. الحسين نزل من فرسه وقال له يا أخا تميم ماذا تريد مني؟ يريد يقتل الحسين. ها، وبالفعل مهاجم الحسين، والحسين ينزل على رأسه يقول ماذا تريد مني؟ هل لك حاجة؟ أنا أقضي في العقل. شوف لماذا سقط الحسين إلى هنا. ويقين سمعتها سنطبروا حتى في لندن. يروح الحسين يغزو لندن والناس يطبرون لأجله في لندن، لأنه الحسين كان عاقل، لأن الحسين كان يفهم، لأن الحسين كان يفقه، لأن هالشكل عقلية تتمكن تغزو، مو عقليات الجهل والغرور والكبر والدجل والنفاق والتفرقة. هالعقليات بتغزو، تنكمش تنكمش حتى تضمح. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. قال له الحسين ماذا تريد مني؟ ماذا أصنع لك؟ هل لك حاجة؟ قال ادعو لي قوم. حشهد أنا وصل معركة، وصل معركة الخيل والفرس والهجوم والكار والفار، وثم نسف الدم من رجلي. الإمام الحسين صح يا بني تميم تعالوا أخذوا صديقكم أو أخوكم. أجوا بني تميم وشالوا راح. هالقصة الصغيرة بنصف سطر مكتوب في التاريخ، لكن يدل على عقل أكبر من السماوات، يدل على تعقل، يدل على التفهم، يدل على إنسان يريد حتى بعد 1400 سنة يغزو عاصمة البريطانيين والكفار. هذا عقل. تعقل وتفكروا كثيرا في التعقل. من الممكن تقرأ شرح اللمعة فقه الإمام الصادق، من الممكن تصير عالم، لكن هل من الممكن تصير عاقل بهذا المعنى؟ هذا يحتاج إلى التفكير والتفكر والواقعية. هذا موضوع، موضوع التعقل. الموضوع الثاني موضوع جمع الكلمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عندنا احنا سمعة في العالم، المسلمين 1500 مليون، عندنا أبهة، عندنا شخصية، جماعة من الكسالى والعجز والمتأثرين والمتخلفين والمتحاربين والذين لا يفهمون. مو احنا هالشكل معروفين في العالم؟ احنا المسلمين للتفرق، انا خير من هذا، خير من هذا، هذا خير من هذا، هذا يحارب هذا، هذا يسب هذا، هذا يعادي هذا، هذا يقول ما يستحق، هذا خلي يولي، هذا اطرده. صحيح هذا؟ جمع الكلمه، اجمع كلمته حتى المنافقين. اسوء من المنافق اكو؟ لا، ان المنافقين في الدرك اسفل. يعني المنافق اسوء من الكافر، تعرفه كافر تتجنب عنه، اما المنافق ما تعرفه. ومع ذلك الرسول كان يجمع المنافقين، الرسول كان يجمع حتى المنافقين يجمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله. اكبر من شهاده الله اكو؟ هذا الرجل منو كان؟ هذا المنافق عبد الله بن ابي، كلكم سامعون، عبد الله بن ابي المنافق. مع ذلك ابنه جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله، في قصه طويله، هل تاذن لي بضرب عنقه؟ قال لا خليه،
بقى مع رسول الله، يسب رسول الله، يستهزئ برسول الله، يشهر برسول الله. الرسول ساكت، وهو رئيس 9 دول وقائد القوات المسلحة ورسول الله إلى الناس جميعا، وقوله واجب تنفيذه وتقريره قصوى. مع ذلك الرسول قال اتركه. ولما مات ذهب إلى قبره وأهدى لجنازته ثوبه ووقف على قبره وصلى عليه حتى يوصل الإسلام إلى العالم. الرسول أوصل الإسلام إلى العالم. شوف أي عقلية، شوف أي جمع كلمة، شوف أي تفكير، شوف أي إنسان يرى الهدف. يسبني خليس، يستهزئ بخليس، منافق خل منافق، يروح إلى جهنم يروح إلى جهنم. لكن أنا أجمع الكلمة، أجمع الكلمة. الرسول هل عقلية عمل؟ لكن المسلمون هل بهالعقلية يعملون؟ إلى هذا تأخر، ولا هذا صاروا في ذيل القافلة. اجمعوا الكلمة مهما قيل لكم، هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أبيض وهذا ماوي، يقولون اجمع الكلمة. إنما المؤمنون إخوة، مؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. أصحاب رسول الله كلكم تعلمون، فيهم المؤمن وفيهم المنافق. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. شوف الآية الكريمة غريب حقيقة. إن شاء الله إذا صار عندكم وقت احفظوا القرآن وتدبروا معانيه واستضيئوا من أنواره. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا واحد، وكفرا اثنين، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أربعة. وكل واحد أجل خامة، ضرار، كفر، تفريق بين المؤمنين، إرصاد لمن حارب الله ورسوله، جواسيس. مع ذلك النبي هدم مسجدهم وتركهم مشانهم في أمان. التعقل، النبي تقدم، لكن عقلياتنا نؤخر المسلمين، وبالفعل نحن أخرنا المسلمين. بالفعل 1,500 مليون مسلم ما يقدرون على 3 ملايين. اليهود 3 ملايين ما يقدرون عليهم، 40 سنة هم، وفلوس عندهم مثل السيل عندهم فلوس. لكن عقل معك، إذا فرد 1,000 غنم، إذا 10,000 غنم، إذا 1,000,000 غنم، أنت مو تسوق شيء؟ لأنك عاقل يوم تعقل. ما أنت، أنا في اليوم أنا كنت على شط الكاظمية، كاظمية في العراق، شفت من بعيد يجي فرس صحراء من السواد. أنا شفتها، اجي صحراء من السواد، لما تقدم شفت ذني جمس جاموس. تدري فرد جاموس اذا يهاجم هذا السوق كل اهل السوق ينهزمون. جاموس قوي وقرون عجيبة عنده، حتى الاسد يخاف من جاموس. حقيقة لعلهم فرد 1,000 جاموس فرد الصحراء ويمشي باتجاه. انا توخيت حتى لا يمر علي، كنت افكر من يسوق هذه الجمس. أخيرهم فرد ولد كان حقيقة ما طالع لقيته، ومو طويلهم يعني أصغر من ارتفاع الجاموس، بده عصا يسوق. المهم هو جمع الكلمة، جمع الكلمة يحتاج إلى التفكر، تعقل، تواضع، عظم النفس. هذا الثاني. الموضوع الثالث، تزهدوا في الدنيا. الله يحب الزاهدين. بعد في دعاء المدى تقرؤون بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها. انتوا الآن ما عندكم مكانة، وحطوا ما عندكم شيء، بعد 4 أيام يصيروا شخصيات لا شك فيه إن شاء الله تعالى. المنافقين والفساق والكفار ينتصروكم. إلى شو وقت اتفقية؟ إلى شو وقت ما عندك دار؟ إلى شو وقت ما عندك زوجة جميلة؟ إلى شو وقت ما عندك سيارة؟ إلى شو وقت ما عندك شخصية؟ إلى شو وقت لا يقال اسمك في الإذاعة والتلفزيون؟ إلى شو وقت لا تنشر صورتك في الصحف؟ من الخارج حياتك ومن الداخل نفسك، رغبتك وشهوتك والدنياك وشيطانك. على قول الشاعر نفسي شيطاني والدنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعمال يمتصوك. أما إذا أنت زاهد أنت الجبل، إذا أنت زاهد
اكتفيت بملبس متواضع ومأكل متواضع ودار متواضعة وفراش متواضع، أنت جبل. ذاك اليوم دائما تزهدوا في الدنيا، يحبهم الله ويحبهم الناس ولا يغريهم المال. خليفة بعث إلى أبي ذر بمائتي دينار، دينار مائتي دينار ذهب، كل دينار ذهب تلف تومان، إيش كثر يصير؟ 200,000 تومان، 600,000 تومان. أبو ذر ما عنده شيء، أكل ما عنده، أبو ذر مات جوعا. سامعين؟ قال أيها الرجل خذ هذا المال، وهو من الخليفة ومن خمار خمار زمار، وأنت ما عندك أكل، ثم لا تحصل في بيت مال المسلمين. أي تعقل لأبي ذر؟ أي زهد له؟ قال ما، قال إذا أخذت المال فأنت العبد الواسط حر في سبيل الله، إن في ذلك عتقي. قال نعم، لكن في ذلك، أبو ذر قال لكن في ذلك رقي، يعني أنا أصير عبد. كل جائر وكل لا أمانة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ زهدوا في الدنيا، اقتنعوا بأكل بسيط، بلباس بسيط، بفراش بسيط، بدار بسيطة. الملوك والسلاطين والأمراء والفسقة والفجار ما يمتصوكم ولا تمتصون، وتمتصون والعياذ بالله إذا مو مفكرين متعقلين تمتصون. كونوا إنسان عاديين حتى لا يمتصكم. ثالث، الرابع، ألفوا. أخس شيء عندي هو شنو؟ مداد. مداد تشتري بالسوق تومان أو 10 من تشتري بريال، مداد أخس شيء من الماديات. وإلا ملبسي أثمن، ساعتي أثمن، فراشي أثمن، داري أثمن، سيارتي أثمن، فنكتي أثمن. فأخس شيء ماديا للعالم شنو؟ مداد. أهم شيء للشهيد شنو؟ الدم، لأنه هو راح دمه ومات، يعني انقطع عن كل شيء. مع ذلك الرسول رجح المداد على الدم. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. الشهيد المسكين شايف الحرة والبردة والجوع والتعب والخوف والعطش والغبار ومات، مات قتل وأريق دمه. هذا الدم عند الله أقل منزلة من مدادك الذي يسوى تومان واحد، وأنت جالس في بيتك ومتكئ وفي حال راحة وتكتب. لماذا؟ مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لماذا؟ لأن كل شيء بالعلم يا إخوة، كل شيء بالعلم. هالمكبرة من أي؟ من العلم. هالمروحة من أي؟ من العلم. مجيئك من طهران إلى هنا بشنو؟ بالعلم. سيارة. هالفراش اللي جلست عليه بشنو؟ بالعلم. هالتليفون بشنو؟ بالعلم. هالضياء شنو؟ بالعلم. هالملبس شنو؟ بالعلم. كل شيء بالعلم، كل شيء. الحسين وصل إلى اليوم بشنو وصل؟ بالعلم وصل، بالكتاب وصل، بالكتب وصل. ولا إذا ما كانت كتب ما كنا نعرف الحسين، ما كنا نقول الحسين. كما قسم الأنبياء ما نعرفهم هيك، لأن مو خاتمين حولهم أحوالهم. ألفوا، اكتبوا، صيروا كتبة. كل واحد منكم بإمكانه يألف وينشر 100 مليون كتاب. أكو عندنا هالشكل أشخاص. الآن أكو مرأة في الغرب عندها من المنشورات والكتب 600 مليون كتاب. يقين سامعين قسم منكم في الجرائد والمجلات ذكر. في وقت أنت نشرت 100 مليون كتاب، يعني صرت سدس المرأة. وأنت مسلم وهي مسيحية، أسألوا اسمها من أصدقائكم، هذا موجود في المجلات والكتب، وهي حية الآن. صيروا كتبة، صيروا كتاب، انشروا فضائل الإسلام، جذور الإسلام، جذور المرجعية، تعدل الأحزاب الحرة، الحريات الإسلامية، الاكتفاء الذاتي، لكل واحد حق العيش، الحكومة الواحدة ذات 1,500 مليون مسلم، الحدود الجغرافية مكذوبة، الأخوة الإسلامية. اكتب حتى يعي المسلمون، وإلا شبابكم يذهب بالسرعة الغريبة. شباب وشيب وافتقار وفروة، فلله هذا الدهر كيف تقلبه؟
يقين تذكرون أنفسكم وأنتم ما كانت عندكم لحية وكنتم أطفال، يقين تذكرون وأنتم الآن شباب. أربعة أيام إذا ما متوا تذكرون أنتم شيئا. يا قوم قد حوقلت يعني صار الشايب حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الكتب الأدبية هذا الشعر موجود. يا قوم قد حوقلت أي دنوت، هاي دنوت من الشيب، وبعد حيقال الرجال موت. من الضروري في الأمر الأخير الكتابة، اكتب، صيروا أصحاب أقلام، فسيكتبوا في المجلات في الصحف، كتبوا كتبوا حول مختلف المواضيع. لماذا كثير بلدان يخافون من الكتاب الواحد وممنوع الدخول وممنوع الطبع وممنوع الخروج؟ لأن الغربيين والشرقيين فرضوا علينا سياسة التجهيل، يعني نبقى جهلة، لأن العالم إذا مات وخلف ورقة علم كانت سترا بينه وبين النار. لماذا؟ الإمام الصادق يقول احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. لماذا؟ الرسول كان يقول لأصحابه إذا حضرتم المسجد فأتوا بالمحبر والقلم حتى تكتبوا عني ما أقول. لماذا؟ إذا مات ابن آدم لماذا انقطع عمله وعمله إلا من ثلاث؟ وكتب علم ينتفع بها. إن شاء الله ما تنسوا القلم. وأخير الأمور أوجزها إن شاء الله التقوى وحسن الخلق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا حدثكم الحكومة الواحدة الإسلامية ذات 1500 مليون مسلم، وهذا شيء ما، لأن الهند الآن حكومة واحدة ذات 900 مليون، الصين الآن حكومة واحدة ذات 1300 مليون، مليار و300 مليون حكومة الصين الواحدة. الحكومة الإسلامية لازم أشكركم، لأن هذه كم أمة إحنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وعلامة هذا أن تسافر من مكة إلى طهران إلى النجف إلى القاهرة إلى دمشق إلى الكويت إلى المنامة إلى داكار إلى جاكرتا إلى الدار البيضاء وأنت في بلدك. علامة الأمة الواحدة هذا، لا جوازات، لا حدود مزيفة، لا أكاذيب، لا تأشيرة دخول، لا تأشيرة خروج. الإسلام هكذا بنى الأمة الإسلامية، فإن هذه أمتكم الواحدة. علامة الأخوة الإسلامية أنت في كل بلد وأنت من أهل البلد مو أجنبي. هذين تحتاج إلى الكتاب، تحتاج إلى التأليف، تحتاج إلى القلم. ويوم القيامة يجيبون بالرجل الجاهل، هذا البقال، هذا العامي، هذا الميحام، هذا الحمال أذنب. نعم. لماذا؟ ما أدري. تبنى عليك روح للجنة، يجيبون إليك وإلي. أنت شنو؟ أنت عالم، أنت كنت تفهم، أنت كنت تقدر. الإمام الصادق قال لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. جيف الجاهل هنا يمد رجله، فأعفو عن الله جاهل مئفر أما جي ترك كبير مدرج. في الحديث أكو يوم القيامة يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب. يقال أنت كنت تعمل، لماذا ما صنعت؟ لماذا ما عمل؟ من الضروري على هؤلاء الإخوة أن يعملوا ويعملوا، يزكوا أنفسهم ويعملوا حتى يصلوا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وفي دعاء أيضا هذه الجملة: الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.